ما يوصلكم صوتنا، الناس اللي اخترتوا تابعونا على 93 ولا على 98.9 في تونس الكبرى، ولا الناس اللي تابعوا فينا صوت وصورة عشان يوتيوب متاعنا الحياة فهم سينا. كما العادة الوقت هذا تكون جولتنا في مختلف معتمديات ولاية القيروان، كل معتمدية والخصوصية متاعها وكل معتمدية وأسوامها. باش نمشيو مع بعضنا المعتمدية عين جولة، ناخذوا فكرة على أسوام الخضر، الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء. توت سويت في بوان مارشي أوتاوا لبوان مارشي. سي سمير صباح النور ومرحبا. صباح الخير استاذ حسام، صباح الخير، تحيه صباحيه لمتابعي ومستمعي اذاعه الحياه للصحه. مرحبا بك يا سيدي. دونك اليوم هو موعد السوق الاسبوعي في معتمديه عين جلوله، تحضيرات واستعدادات اكيد لشهر سيدي رمضان بالنسبه للعائلات التونسيه من توا تبدا تقضي في اشوارها. هذاك علاش من خلالك انت حبينا ناخذ فكره الاسوام اليوم كيفاش كانت بالنسبه للسوق الاسبوعي وعموما الحركه كيفاش كانت. نعم، اليوم السوق الاسبوعيه بعين جلوله الخضر، بالنسبه للخضر الفلفل 3000، ايوه، الطماطم ب 2000، البطاطا 1800، الفول 1500، الجلبانه 4200، البصل 1500، اللفت الربطه بدينار، السفناريه الربطه بدينار، الكرنب بالكيلو ب 1500، البروكلو الكيلو ب 1500، السلق والمعدنوس والكلافس الخضر الورقيه 500 الربطه، الخس دينار الربطه، ود القمره 5000 الكيلو، والخرشف ربطة بدينار الربطة. الغلة التومسون ب 2000 ونص، من 2000 ونص ل 3000. المالتي ب 2000، الشامي ب 2200، الشروبو بدينارين الكيلو، البنان 9000 رغم سعر، البسباس الكيلو دينار، التمور الدقلة عرجول من 8000 ل 9000، العليق من 3500 ل 4000، الكنتيشي من 1500 ل 1800، اللحوم الحمراء والبيضاء العلوش 40000 كيلو، المعز 38 دينار الكيلو، الدواره من 35 دينار ل 45 دينار، الراس من 10 دينارات ل 12 دينار، الدجاج حي 18000 معناها الدجاجه ب 18 دينار فيها حوالي 3 كيلو. تبارك الله. الدجاج حاضر 9500. السكالوب 17500. الاسماك السردينه 7400. السوق اللي فات 6800 كيلو. الشورو 7800. المرجان كبير 13800. المرجان صغير 8800. الوراطة 17800، النازلي 13800، الدجاج عربي، دجاج عربي يعني دجاجة عربي، دجاجة باهية ب 20 دينار، سردوك عربي 35 دينار، عظام عادية 1600 الحارة، عظام عربي 2500 الحارة. أيوا سي سمير، هذا بالنسبه للاسعار بالنسبه للسوق الاسبوعي بعين جلوله اليوم. الحركيه كيفاش كانت بالنسبه لليوم؟ الحركيه عاديه، تحس وكانه يعني الناس ما فماش فلوس، ما فماش دولاب يدور. تحس حركيه عاديه كانه معناها فماش ريحه رمضان جاي. بعض التمور ولد نوعا ما، خاصه الدقله تبدا تظهر في اول رمضان. بيان سور. بالنسبه للاسوام الاسعار ما فماش مراقبه، ما فماش مراقبه على الاسعار هذه. باهي اللافتات نتاع الاسعار، يعني اليوم التجار اللي موجودين في سوق الاسبوعي حاطين اللافتات نتاع الاسعار والاسوام. البعض منهم اغلبهم مش حاطين. لما تبقى تسال كل حاجه اللي بتسال عليها. المراقبه الصحيه موجوده بالنسبه للجزاره ولا اللي بايع الدواجن ولا اللي بايع الاسماك؟ بالنسبه للمسلخ البلدي ثم مراقبه ويخرج اللحم مطبوع. بالنسبه للبقيه انا ما ريتش تمام مراقبه. واضح واضح سي سمير، واضح يا سيدي، يعطيك الصحه من معتمديه عين جلوله، ان شاء الله رمضانك مبروك انت وكل اهالينا في معتمديه عين جلوله. سي سمير الشايب شكرا لك على كل هذه المعطيات، هذه كانت جولتنا معك في السوق الاسبوعي في معتمديه عين جلوله بالنسبه لليوم، استعراض كامل لاسوام الخضار، الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء في بوان مارشي. بوان مارشي.